السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وهنعمل برضو النهاردة بإذن الله وصفة جديدة. وصفتنا النهاردة وصفة كويسة جدا يا جماعة، كويسة جدا للبرد والمشاكل المعوية والإسهالات وكل المشاكل ديت. ده بإذن الله مجرد إن أنت هتعملها لهم، ده إن شاء الله من أول مرة هتقضي على كل المشاكل ديت. وكمان لو أنت عملتها للفراخ البلدي ده بتبقى كويسة جدا للديدان قصدي. وخلي بالكم كمان دي يعتبر أقوى رافع مناعة ممكن تعمليه. طبعا أنت عارفين شهر 11 و12 ده يا جماعة، وخلاص الحمد لله 11 عدى على خير، و12 بقى اللي احنا لسه فيه ده برضو بتكتر في الامراض، وبيبقى مثلا ايه، بيبقى في الفيروس في الحاجات ديت. فعلى طول دايما المفروض نعمل وصفة زي ديت تبقى للفراخ البلدي، دايما على طول نحطها لهم. والفراخ برضو اللي انتوا بتربوها معايا ديت الفراخ البيضة، تمام؟ فان شاء الله يا جماعة يعني الناس اللي هي حابة تعملها تعملها كده مرتين تلاتة في الاسبوع، هتفرق معاها كتير جدا في الزيادة وفي رفع المناعة وفي كل حاجة. يلا كده بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط لايكات كتير للفيديو، ويلا بينا كده نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن ايه. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين الفراخ بسم الله ما شاء الله كل يوم بتزيد عن اليوم اللي قبله، يعني كمان يمكن كمان حتى الكاميرا ظلمهم، بس هما بسم الله ما شاء الله يعني تحس ان الوزن حلو كل مدى ما شاء الله. الفرخ يعني في الايام الاخيرة ديت تحس ان الفرخ كده بيجي معاك يوم وبيومين، يعني ايه، يعني هو بيتقل معاك الوزن بيزيد سريع. يمكن في البداية ما بتيجي تربي الفرخ ولا حاجه بيبقى الزياده بتبقى قليله شويه، او النمو بتاع الفرخ بيبقى بطيء شويه، ففي ناس كتير بتقلق وتقول الفراخ عندي صغيره ما بتكبرش الحاجات ديت. فعند ما بيجي كده يا جماعه الفرخ يوصل لعمر شهر ولا حاجه، تبص تلاقي ما شاء الله العشر ايام الباقيين بقى او الاسبوع اللي انت مثلا هتذبحها قبله ولا حاجه، تبص تلاقي ما شاء الله الاوزان بتبقى عاليه جدا. هي الفراخ البيضه كده يا جماعه ده بطبيعتها. يلا كده نشوف بقى وصفتنا النهارده، وصفه كويسه جدا ان شاء الله هنعملها للفراخ، هتخلي الفراخ ما شاء الله تشيل معاك اوزان عاليه جدا. طبعا مش هننسى يا جماعه الخلطه اللي احنا هنعملها باذن الله كمان يومين كده باذن الله هنعملها مع بعض. انا كنت يعني كان في ناس بتسال وكده، فانا كنت قلت لهم اعملوا كذا على كذا، ان شاء الله برضو اللي حابب يستنى ونعملها سوا باذن الله هعملها برضو معاكم. ده بتفرق كتير جدا يا جماعه في الوزن كمان في الفتره الاخرانيه، يعني محدش يقول لا ده هي بتخلط عليها دش وعيش، لا خدوا بالكم من الدش والعيش ده بيزود كمان الوزن. بس ملحوظه مهمه مع العلف برضو لازم نص الكميه علف. يلا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. اول حاجه كده يا جماعه زي ما انتم شايفين معايا هنبدا نجيب بصلايه، ده بصله واحده بس ان احنا ان شاء الله هنجيبها، حابين تبشروها مفيش مشكله، حابين نعملها في الخلاط برضو مفيش مشكله. وصفتنا النهارده انا هعملها في الخلاط، هضرب ده كده جبت بصلية اهي متقطعه، وهنجيب كده حوالي فصين ثلاثة توم، يعني ايه كام فص كده، يعني مش هنكتر يعني ولا حاجه، بس علشان انا عندي الفص صغيره هنجيب كده ايه يعني يجي حوالي خمس ست فصوص كده، وانا افرمهم بقى بالقشر بتاعهم بكله، مش يعني مش هنقشر بقى ولا حاجه لان كله ده هيصفى في الاخر. وهنجيب برضو معاهم ليمونه، هنقطع ده كلته بقى ونضربه في الخلاط، وبرده في اضافات تانية هنحطها خدوا بالكم وتابعوا معايا الفيديو. الحاجات دي يا جماعه ده كويسه جدا، ده بترفع مناعه الفرخ وده يعتبر مضاد حيوي ممكن ان انت تعمليه بدل ما بتشتريه كده ولا حاجه والناس تجري. يعني اي حد بقى يقول انا عندي الفراخ عينها حمراء، عندي الفراخ كشه كده، الحاجات دي كلها ده ممكن ان انت تعملي الوصفه دي كويسه جدا. دلوقتي انا حطيت نص كوبايه خل اهوت، لان الخل يعتبر مضاد سموم، ده حلو قوي. كمان حتى لو انت الفراخ عندها اسهالات ولا حاجه حاولي ان انت مثلا تدي لهم برده خل في الميه، الخل ده يا جماعه ده يعتبر مطهر معوي ومضاد سموم في نفس الوقت. وده برده معلقه كركم اهيت، كركم برده رافع مناعه كويس جدا في كل حاجه يعني. ده هننزل عليها بقى بريتلو ميه كده حلو على كل المكونات ديت، لان انا مزوده الكميه شويه، وده طبعا مش كوب، مش هنحط الكميه دي كلها للطيور، هنحط منها برضو للطيور تاني. انا لما باجي اعمل يا جماعه كميه ولا حاجه بحاول ان انا يعني ايه ازود شويه علشان لو في فراخ تانية ولا حاجه بحط لها. ممكن تحط منها لو انت بتربي حمام حط منها للحمام، عندك بط عندك فراخ بلدي حط منها، ده كويس قوي. وعلى فكره برضو اللي احنا بنعمله ده يا جماعه الصفايه ديت مش هنرميها، دي بنقلبها على الاكل بتاع الفراخ لانها طبعا عباره عن بصل وثوم،
وليمون وكل الحاجات اللي هي الحلوة ديت هنستفاد منها. ده كده خلاص خلصنا اهوت، صفنا كل الكمية اللي معانا، ودلوقتي بقى هنبدأ ان احنا ان شاء الله نعبيها ببرطمان كده ونحطها للفراخ بتاعتنا. لو انت عايزة تعملها مثلا الكمية ديت ممكن كل يوم حط منها شوية لمدة 3 ايام، هيبقى حلو اوي، تخلي الفرخ ما شاء الله يفرق معاك في كل حاجة، حتى في طعم الفرخ. خلي بالكوا يا جماعة، يعني حتى الفرخ ما شاء الله خلاص قرب يعني ان هو يبقى في عمر الذبح، ده بيفرق معاه في الطعم جدا الوصفة دي. دلوقتي بقى كده هناخدها ونحط الفراخ بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده معايا. ده طبعا الحاجات اللي احنا قلنا هنحطها لهم على العلف بتاعهم اهي، خدنا منها شوية برضو حوالي معلقتين كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلبها لهم على الاكل. تمام، ده بتخلي ريحة الاكل كويسة برضو. شايفين بقى قلبناه على العلف اهيت. طبعا انا لسه يا جماعه بقى باكل الفراخ علف صافي، محدش يفكر ان انا بقلب دش ولا حاجه، علشان كان في حد سالني قال لي ده انت بتقلبي دش على عمر 30 يوم. لا انا ما بقلبش يا جماعه على عمر 30 يوم خالص، خدوا بالكم الفرخ بياكل علف صافي من اول الدوره لغايه ما بنيجي نغير العلف. ده كده غلفنا العلف اهوت بالخلطه اللي هي طلعت الخشنه، ودلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نحط الفراخ. اهم حاجة انا عايزاها مفلفلة علشان الفرخ يعرف ينقرها وياكلها. الفرخ ما شاء الله بيشم ريحة الثوم والبصل، بيقوم من الاكل على طول حتى لو الفرخ كسلان وما بياكلش. ده كده مللنا من العلفة هو. طبعا في علفة تانية هنحطها لهم، لان طبعا يا جماعة العدد اللي انتم شايفينه ده كلته ما ينفعش ان هو يتحط له علفة واحدة، لازم يكون علفتين اتنين علشان الفرخ ياخد حقه في الاكل. ما ينفعش ان انا احط علافة علشان بس الناس اللي بتربي يا جماعة كمية اهوش. لو انتم ملاحظين في علافة تانية ايت الفرخ بياكل، لما بتوزع العلافات الفرخ كله ياخد حقه في الاكل. تمام، ده طبعا الوصفة اللي احنا عملناها، عبيناها في ازازة اهيت، وهنحط لهم دلوقتي كده على المية بتاعتهم. المفروض بنحط ده طبعا 3 لتر مية اللي انتم شايفينها ديت، فالمفروض كده هنحط حوالي 15 سنتي على كل لتر ميه. ده حلو قوي. فانا عندي السقايه اللي انتوا شايفينها ديت، ده بتاخد 3 لتر ميه، يعني هناخد نص الازازه اللي انتوا شايفينها دي، النص التاني هنعينه بقى لتاني يوم، او لو انت عندك فراخ تانية حطها لهم على حسب يعني. ده كده حطينا لهم الميه اهوت، وحطينا لهم الخلطه على الاكل، ونسيب بقى الفرخ ما شاء الله ياكل. كل ما بتهتم بالفرخ في الفتره الاخرانيه ديت، كل ما الفرخ ما شاء الله يشيل معاك وزن كويس جدا. وعلى فكره يا جماعه اللي اهم حاجه برضو، ما نقولش بقى خلاص احنا بقينا في اخر الدوره، لا حاولي ان انت التهويه، تهتم بالتهويه ونظافه الفرخ تحت منه، تجففي الفرشه تحت منه، علشان طبعا في ناس كتير بتيجي في الوقت دوت تقول الفرخ عينها حمراء، الفرخ كشش، كل الحاجات ديت ان شاء الله بتفرق معاكي في النظافة والتهوية، بتفرق في حجم الفرخ ذات نفسه وفي صحة الفرخ. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، متنسوش تحطوا بقى لايكات للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.